قادت الفيدرالية المغربية لنشر الصحف هذا الصباح الدورة الثالثة لمجلسها الوطني الفيدرالي في إطار احترام حياتها التنظيمية وحرصها الديمقراطي على احترام قوانينها وأنظمتها الداخلية. كانت مناسبة بالنسبة لنا لحضور أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الفروع من كل جهات المملكة لتدارس كل القضايا والانشغالات التي تعني المهنة ومقاولات الصحافة الوطنية والجهوية اليوم. وخلال هذه الأشغال وكما عكس ذلك بياننا الختامي ركزنا على المواضيع المثارة اليوم في الساحة الوطنية وتتعلق بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، حيث لازلنا على موقفنا منذ البداية نستغرب لهذا المآل الذي تحولت بموجبه هذه المؤسسة إلى تنظيم مؤقت معين من طرف الحكومة في خرق سافر للمادة 28 من دستور المملكة. ونحيي بإيجابية انضمام منظمات مهنية أخرى لهذا الموقف المبدئي الذي عبرت عنه الفيدرالي منذ أول يوم، وخصوصا النقابة الوطنية للصحافة المغربية. ونوجه النداء من جديد لكل منظمات المهنية الصادقة والجادة وذات تمثيلية للناشرين والصحفيين بتوحيد جهود الجميع من أجل احترام القانون ومن أجل وقف هذه الإساءة المتفشية لمهنتنا. كما تدارسنا أيضا المشاكل التي يعاني منها بعض خصوص منح البطاقة المهنية وتجديدها، ووجهنا من جديد النداء إلى اللجنة المؤقتة لتعتمد بعض المرونة ولتتفادى التفسيرات والاجتهادات خارجة عن القانون الموجود، وأن تراعي وتستحضر الواقع المهني الحقيقي للمقاولات الصحفية خصوصا في الجهات، وتعتمد بعض المرونة لتنتهي في أقرب وقت من هذه العملية التي نعتبرها على كل حال عملية إدارية وتقنية لا يجب أن تحظى بكل هذه الهالة وبكل هذا التهويل المحيط، والذي صار اليوم موضوع احتجاجات ورفض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحيانا في المحاكم وضمن عدد من الاحتجاجات. ونعتبر أن هذا مسيء لمهنتنا ويبعث يجعل الكثيرين يتعاملون مع مهنة الصحافة بكثير من الاستصغار وبكثير أيضا من الازدراء. أيضا أشغالنا سألت الحكومة ووزارة القطاع حول مصير الدعم العمومي وحول غياب أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية، وأيضا معاناة الصحافة الجهوية مع تمويل، مع صعوبات واستعصاءات المحيط الاقتصادي العام، مع عشوائية واختلالات سوق الإعلانات والإشهار. طلبنا الحكومة بالتعاون مع المهنيين فتح باب الحوار لبلورة مخططات استراتيجية كبرى للنهوض بهذه المقاولات الناشئة. واعتبرنا أن القضايا والتحديات المطروحة اليوم على بلادنا سواء من حيث القضايا الكبرى الوطنية المطروحة أمامها أو من حيث استعداد بلادنا لاستضافة تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى تحتم الاهتمام بتمتين الإعلام الوطني وامتلاك بلادنا لصحافة وطنية مهنية أخلاقية جادة وذات مصداقية. وهذه مسؤولية المهنيين وأيضا مسؤولية الدولة في بلورة توافقات لازمة ومخططات استراتيجية.